مشاهدينا ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل، ومعانا دلوقتي صحافه يوم الجمعه، وبيسعدنا ان نكون منورنا النهارده في البرنامج الكاتب الصحفي عبد الجواد ابو كب، رئيس تحرير بوابه روزا اليوسف. صباح الخير يا فندم. صباح النور لحضرتك. صباح النور. هنبدا باستعراض اهم اخبار النهارده. هنبدا بالشروق، الصفحه الاولى: مرسي في البرازيل، قضاء مصر ليس به انحراف. تاني خبر من المصري اليوم، صفحه الاولى: الاقتصاد يدخل مرحله الخطر بعد التخفيض الائتماني. ثالث خبر من الأخبار، الصفحة الأولى: إسناد ملف التغذية بالأزهر للمخابرات العامة. رابع خبر من الأهرام، الصفحة الأولى: إسرائيل تعتذر لمصر عن الاعتداء على دبلوماسيين بكنيسة القيامة. خامس خبر من الأخبار، الصفحة الثالثة: الزيارة الأولى منذ 40 سنة، توادروس يلتقي بابا الفاتيكان. الخبر السادس من المصري اليوم، الصفحة الأولى: علاء عبد الفتاح في أولى جلسات حرق مقر شفيق، القضية ملفقة. من الشروق، الصفحة الأولى: الجيش يدمر 286 نفقا على الحدود مع غزة. من الشروق، الصفحة الأولى: البنك الدولي يتراجع ويدعم مشروعات السدود في أفريقيا. نبدأ بأول خبر، هو مرسي في البرازيل، قضاء مصر ليس به انحراف، وأزمة القضاء ورسالة الرئيس محمد مرسي بيؤكد أن قضاء مصر ليس به انحراف. هو أنا في تقديري أنه ما يقصدش أنه ما فيهوش انحراف، لانه ممكن يبقى فيه بعض، لكن مش نعمم ان قضاء مصر كله. بس في الحقيقه الخطاب الرئاسي لابد ان يكون دقيقا ومنضبطا، بمعنى انه اذا لم يكن هناك، اذا كانت دي رساله طمانه للداخل، فالداخل ليس هكذا، بمعنى انه المظاهرات ضد القضاء ما زالت تتم، هناك اشتباك قضائي، هناك تشكيك حتى في المستشار حاتم بجاتو عندما ذهب وزيرا في التشكيل الوزاري الجديد، لانه اذا كانت الرساله للعالم فالعالم برضو بيشوف التظاهرات اللي هي مطالبه بتطهير القضاء والاتهامات المتبادله، والنائب العام لسه امبارح محول اكثر من 3 بلاغات عن فكرة تلقي قضاء لهدايا من المؤسسات الصحفية، وعن فكرة تورط بعض القضاء في الأراضي، والقضاء زيهم زي أي فئة، لابد أن يكون هناك انحراف لأنه كمال لله وحده. ففكرة أن ما فيش انحراف بشكل مطلق، ده أنا في تقديري أنها يعني خانة تعبير الرئيس فيها. أكيد في أي مكان في انحراف، بس ما بيكونش معمم على يعني على القضاء كله أو على أي مؤسسة ده صحيح. كلها بيبقى فيها بعض الانحراف. ده صحيح، ويمكن هو ده اللي كان يقصده، إنما خانه التعبير فيه، إنما القضاء مؤسسة يجب أن يكون لها هيبتها في مصر، ويجب أن تستعيد هيبتها، وأي حديث في الحقيقة عن أنها لم تنتقص هيبتها خلال الفترة الماضية هو حديث يلزمه بعض الدقة، لأن كان في مشاكل كثيرة جدا، إنما نتمنى أن هذه القصة تنتهي خلال الفترة المقبلة بإذن الله. ناخد تاني خبر معنا، الاقتصاد يدخل مرحلة الخطر بعد التخفيض الائتماني، المرحلة الجاية بقى رايحة فين؟ التخفيض في الحقيقة يعني مزعج، التخفيض اللي حصل امبارح من بي ال سي تخفيض مزعج، انما في امل، يعني بارقه امل صغيره، انه الوكاله التي اجرت هذا التخفيض قالت انه في امل في المستقبل، يعني فتحت، تركت الباب مفتوحا، انه لم يكن كالتقريرات التقديرات السابقه والتخفيضات السابقه اللي كانت بتسلمنا من منطقه يعني بتنزلنا سلم لمنطقه بتنزلنا سلم تاني، هي يعني وضعت مصر في حاله الترقب، إذ ربما تكون الشهور القادمة فيها انفراجة بعض الشيء، إنما ده خطير على المستوى العام، لأنه ده يعني إنه مصر لن تستطيع دفع ديونها للعالم، إنه مصر دولة غير مؤتمنة فيما يتعلق بفكرة الاستثمار، أن الاستثمارات في خطر، أن الصناعة المصرية في خطر. في الحقيقة لابد أن يكون هناك تحرك، يمكن في الحقيقة طالبنا كثيرا أن تتغير المجموعة الاقتصادية، والوزارة كاملة، وزارة الدكتور هشام قنديل، تغيرت المجموعة الاقتصادية في الحقيقة، لكن لم يتغير الرجل الذي يدير هذه المجموعة، وفي تقدير إن احنا هنفضل في هذا المربع إلى أن تتغير هذه الحكومة. مفروض الخطوات القادمة تبقى ايه بقى لحل هذه الأزمة؟ رقم واحد ان انا اتعاطى بشكل جيد مع المستثمرين الكبار، يعني ما حدث في قضية ساويرس مهزلة كبيرة جدا، فكرة تحويل المستثمرين الكبار للقضاء على قضايا ضريبية او ليس لها علاقة بالسمعة بشكل كبير، دي فكرة، يعني فكرة التفاوض لابد ان تكون مطروحة، فكرة ان انا أأمن يعني هناك عفوا هناك اضرابات كثيره ليس لها اي محل من الاعراف في القطاع الخاص، انما مع عدوى الاضرابات اللي بتحصل هم بيضربوا المصانع، يعني عدد كبير جدا من المصانع متوقف في العاشر من رمضان وفي 6 اكتوبر بسبب هذه الاضرابات دون ما اي تدخل من الدوله. فكره انه يبقى عندي تسهيلات، انا محتاج دلوقتي ان انا ادي تسهيلات لمستثمرين جادين في صناعات جاده في الحقيقه، بعيدا عن صناعات الشيبسي والمياه الغازيه والكلام اللي في الحقيقه الاستهلاكي اللي مصر مش محتاجاه بشكل كبير جدا.
محتاجين نعمل صناعة حقيقية. بس هل احنا كحكومة بنعمل ده؟ انا بقول لحضرتك لا، الحكومة ما زالت التعقيدات موجودة، ما زال الاسبوع اللي فات كان هناك مستثمرون مصريين، رجال اعمال مصريين جايين من المانيا، جايين من فرنسا، جايين من ايطاليا، وفي الحقيقة نفس التعقيدات موجودة. في مشاريع كتيرة جدا مطروحة انها تتعمل في الصعيد وفي سوهاج. المفروض الفكر يتغير. لا، الاجراءات، والفكر برضه، يعني الفكر العقيم اللي احنا كنا ماشيين بيه وصلنا للمرحله دي المفروض يتغير. بس هو السيستم يجب ان يتغير، اللي هي الاجراء اللي انا بتخذه، لانه وقتها مهما كان القائم على الامر فكره عقيم فهو مجبر ان ينفذ ما لديه من قوانين ومن اجراءات. انما اللي بيحصل اننا ما زالت الاجراءات القديمه، ما زالت التعقيدات موجوده حتى في الاستثمارات اللي هي محتاجه توقيتات سريعه. وخلينا نقول ان احنا ما زلنا بنصدر المواد الخام، وفي مقترحات ان احنا ننتجها هنا بشكل كبير جدا. حتى البترول، نحن لا نصنع البترول كما ينبغي. احنا يعني حتى الغاز الطبيعي بنستورده من بره. يعني في مشاكل كبيره جدا في هذا القطاع. بنشيل وزير في البترول وبنجيب وزير دونما ان نحاسب من ذهب على فساده، واحنا بنتكلم على فساد. يعني ما بنبقاش عارفين ده مشي ليه وده جاي ليه. لا، هو في الحقيقه يعني في البترول بالتحديد احنا عارفين انه هذا القطاع كان فاسدا وما زال فاسدا. ويمكن اخر بلاغ قدام النائب العام احنا بنتكلم على 16 مليار دولار في جانب واحد، بنتكلم على ثلاث شركات انشئوا لمرادات ابناء الكبار. لا يحاسب احد. هي الفكره ان احنا لا نحاسب احد. سامح فهمي حاسبناه على الغاز لاسرائيل ولم نحاسبه على فساده طوال الفتره التي قضاها في الوزاره. اسامه كمال نفس القصه. يعني نحن نتحدث عن اداء قضائي في الحقيقه او رقابي ضعيف جدا في مواجهه الحكومه، وكل اللي بيطلع في الحقيقه بيبقى عمل اللي عمله، ومن يدفع الثمن هو المواطن البسيط وهذا الشعب. ناخد الخبر الثالث معانا من الاخبار الصفحه الاولى، اسناد ملف التغذيه بالازهر للمخابرات العامه. طبعا ملف التغذيه بالازهر لسه برضو ما زالت حالات التسمم موجوده، يعني والموضوع يعني اصبح يعني في غايه الخطوره. يعني في الحقيقه ملف الازهر تحول الى يعني بؤره كبيره جدا من المزايدات. يعني جانب يرى ان هناك محاولات لاخوانة الازهر، وجانب اخر يرى ان هناك محاولات للتغطيه على جوانب فساد داخل الازهر. وفي الحقيقه من يدفع الثمن هم طلاب هذه الجامعه. يعني خلينا نقول ان المدن الجامعيه فيها مشاكل كبيره جدا في الازهر، انما التغذيه ليست المشكله الوحيده. احنا عندنا ولد توفي، طالب في كليه الهندسه، وعندنا بنت توفيت، وفي ظروف مشابهه في الحقيقه، اللي هي تقاعس المسؤولين داخل هذه الجامعه عن رعايه المصابين. يعني بنت خبطتها عربيه وتركت تنزف الى ان ماتت. الطالب بتاع كليه هندسه احمد الباز يعني اصابته ازمه قلبيه وذهب الى الاداره الطبيه، رفضت تعالجه. المستشفى الجامعي في الازهر رفض ان هو يعالجه. القصه بكاملها لما حضرتك اي حد يزور زيارة بسيطة للمدن الجامعية سيعرف أن هناك مأساة إنسانية داخل هذه المدينة. احنا كنا كتبنا من 3 شهور في حقيقة قبل قصة المظاهرات دي على الطالبة التي نزعت ملابسها من قبل الأمن في مظاهرة للطالبات في مدينة الجامعة. وأنا في تقديري أن ده أخطر مليون مرة من الحديث عن التغذية. تسييس القضية يضر بطلاب الأزهر. الأزهر به بؤرة فساد كبيرة فيما يتعلق بحتى المعاهد الخاصة للأزهر، ودي فيها قيادات من الإخوان المسلمين عاملين هذه المعاهد. نظام الدخول نفسه أنا ما بتحكمش فيه. فكرة هل الأزهر جامعة مدنية أم جامعة دينية؟ الفكرة أن الأزهر يحتاج إلى رقابة ويحتاج إلى ضوابط لكي يستعيد دوره. فكرة دور الأزهر الكبير في العالم ده في الحقيقة مش صحيح، وإلا ما كان الاتحاد العالمي للمسلمين وغيره من الاتحادات تاخد هذا الدور الكبير في العالم. يجب أن يعود الأزهر منارة كبيرة جدا. دكتور أحمد الطيب رجل فاضل ومحترم جدا، واستهدف بالفعل في الفترة الماضية، إنما في الحقيقة استهدف من الجانبين، من زايده لنصرته ومن زايده على هجومه ومن قاموا بالهجوم عليه. أنا في تقديري أن على الشيخ أحمد الطيب أن يقف وقفة كبيرة وحاسمة بنفسه في الحقيقة، لا يترك أحد. إنما لو ده تم أن المخابرات تتولى ملف التغذية، فنحن نتحدث عن دولة منهارة، نحن نتحدث عن أزهر فاشل لا يستطيع أن يقدم طعاما لطلابه. وأنا في تقديري أنه هو ممكن يلغي بند التغذية ويدي للأولاد فلوس ويأكلوا بره، ده أفضل مليون مرة من ده. إنما ده يعني أن أنا ما عنديش وزارة صحة، ما عنديش حكومة للدكتور هشام قنديل تسيطر على الأمور. وبالمناسبة الدكتور هشام قنديل بحكم منصبه هو وزير الأزهر الذي يجب أن يسأل عن أي مشكلة داخل الأزهر، وليس رئيس الوزراء الذي يطلب التحقيق في الأمر، لأنه بحكم مسؤوليته هو المشرف على الأزهر الشريف. ناخد الخبر الرابع معنا من الأهرام الصفحة الأولى، إسرائيل تعتذر لمصر على الاعتداء على دبلوماسيين بغنيسة القيامة. لم يحدث، نحن نهون الأمور ونضحك على أنفسنا. الاعتداء على دبلوماسيين مصريين في إسرائيل تم بشكل
سيء جدا وشكل لا تقبله دولة ميانمار حتى. الخارجية المصرية ضعيفة في التعاطي مع الأمر، استدعت السفير، هذا إجراء كان يجب أن يواجه بشكل عنيف جدا، يجب أن يكون التعامل بالمثل. في الحقيقة إسرائيل لم تعتذر، راديو إسرائيل أذاع أن إسرائيل اعتذرت، لم يحدث على المستوى الرسمي أن اعتذرت إسرائيل، إنما إحنا في الحقيقة بنحب نضحك على نفسنا كتير قوي وبننشر أي حاجة لمجرد إن إحنا يبان شكلنا كويس. في الحقيقة شكلنا مش كويس، الدبلوماسيون المصريون تم الاعتداء عليهم في إسرائيل، لم يحدث أن اعتذرت إسرائيل. يعني في الحقيقة يعني ما بحبش أشبه مصر بدول، إنما تركيا في هذه المواقف أغلو يتخذ مواقفا حاسمة حتى لو بالكلام، إنما الكلام الدبلوماسي يفهم جيدا. لم يخرج وزير الخارجية ليعطي تصريحا، وإنما أصدر بيانا هزيلا واستدعى السفير. مصر تحتاج أن تكون مصر التي كانت، ولو حصل ده وإحنا ما وقفناش وقفة قوية ده ممكن يتكرر مرة تانية. ما هو خلينا نقول إحنا عندنا سفيرة صفعت بالقلم في الخارج وتمت التعامل معها بشكل سيء جدا في قبرص، وعملت بشكل مهين جدا، والأمن تعامل معها بشكل عنيف. الدبلوماسية المصرية تحتاج إلى كثير من المراجعة سواء في التصرفات. يعني لك أن تتخيلي أن مصر لها بعثات دبلوماسية في دول ليس بها مواطنون مصريون، والجالية المصرية هي فقط عدد هذه الهيئة الدبلوماسية. ويمكن في الانتخابات الرئاسية شفنا أنه في دول كان جاي منها صوت واحد. أنا كيف أرهق هذه الدولة ببعثة دبلوماسية في دولة فيها مواطن واحد مصر؟ يعني الدبلوماسية المصرية فيها وقائع فساد كثيرة في الحقيقة، يجب التوقف عندها، ويجب أن يعود للدبلوماسية المصرية ألقها وتوهجها. إنه الدبلوماسي المصري يمثل دولة كبيرة، هي الدولة الأكبر في الشرق الأوسط، هي الأكبر عسكريا واقتصاديا وعلى كل المستويات. يجب أن يعود الاحترام للدبلوماسية المصرية، وده في الحقيقة مرتبط بعودة الاحترام للمواطن المصري. لأنه لو الدبلوماسي لا يستطيع أن يحمي نفسه ومش بيعامل باحترام في الدولة، لن يستطيع أن يجلب هذا الاحترام لا للمواطن ولا لكرامة المصريين. هناخد خامس خبر معنا من الأهرام، من الأخبار الصفحة الثالثة. الزيارة الأولى منذ 40 سنة، توادروس يلتقي بابا الفاتيكان. زيارة مهمة جدا، لأنه آخر زيارة كانت لبابا مصري كانت في 73، كان الراحل العظيم بابا شنودة. دي مهمة ليه؟ لأنه فكرة الحوار هتبقى موجودة. ليس صحيحا كما يطرح البعض أنه البابا توادروس سيطرح مشاكل الأقباط، لأنه هذا الرجل أعقل من أن يتصرف هكذا، والمواقف أثبتت خلال الفترة الماضية أنه استطاع احتواء كل شيء حتى مع ابتعاد الرئاسة عن الكنيسة وعدم احتوائها للكنيسة بشكل كبير كما ينبغي. إنما هو أثبت أنه على قدر المسؤولية. هذا التحرك الخارجي تحرك مهم جدا، وفي تقدير أنه بيتوازى مع كل التحركات اللي بتتم دلوقتي. هناخد الخبر السادس من المصري اليوم، الصفحة الأولى. علاء عبد الفتاح في أولى جلسات حرق مقر شفيق، القضية ملفقة. يعني أنا في الحقيقة فكرة القضايا كتيرة جدا ده أمر مزعج جدا. يعني يمكن على عبد الفتاح دي ثالث قضية أو رابع قضية يبقى متهم فيها. هي الفكرة، هل عندنا أدلة اتهام قوية ضد الناس؟ أنا ما بتكلمش على علاء بس، أنا بتكلم على البلاك بلوك، بتكلم على الشباب اللي بيتقبض عليهم، بتكلم على كل الناس اللي بيتم القبض عليها. هل التحقيقات قوية بما يكفي؟ هل أنا أقدم كجهة ادعاء ما يثبت؟ أنا في تقديري إن إذا كان ما يقدمه الإدعاء ضعيف، ما فيش داعي إن إحنا نعمل تحقيقات ونجيب الناس ونودي الناس وفي الآخر ما بيحصلش أي حاجة. يعني جملة الأحكام التي صدرت منذ الثورة لغاية دلوقتي هي أحكام هزيلة. الناس بتاخد براءات، الناس الأدلة بتاعة القضايا ضعيفة. يمكن بكرة عندنا المحاكمة، إعادة المحاكمة بتاعة النظام السابق، رموز النظام السابق. وفي تقديري انه فكره الادله الجديده بطريقه التقاضي التي تتم لن تنتج شيئا، لانها في النهايه بتبقى لعبه محامين. هل انا بعمل ده علشان ارهق القضاء ولا انا بعمل ده علشان ايه؟ انما الثابت بالدليل القاطع ان المضار الوحيد هي القضايا الخاصه بالمواطنين. انا عندي اهتمام كبير جدا على المستوى الاعلامي وعلى المستوى القضائي وعلى المستوى الرسمي بهذه القضايا، انما
فكرة التقاضي كمان، يعني من يقدم بلاغا يجب أن يحاسب إذا ثبت أن هذا البلاغ غير مبني على أدلة قوية، لأن إحنا شايفين تقريبا كل الناس فيها أيوه بيكلف الدولة مبالغ كبيرة ووقت يعني كبير، وبعدين يطلع في قضية ملفقة كتير. ده صحيح، وبعدين بقى في أسماء بعينها من محامين كبار للأسف، كبار جدا، إن هو كل يوم بيقدم 3 قضايا و4 قضايا، بيتفرج على التلفزيون فيروح يقدم قضية، وللأسف القضاء مجبر على هذا الأمر. يعني يجب أن المسألة دي يبقى فيه ضوابط قضائية تمنع مثل هذه الأمور، وإنه القضاء يكون أسرع من كده، لأن إحنا بنتكلم على بطء التقاضي لنا 40 سنة، والمشاكل ليها حلول. يعني إذا كانت المشكلة في إنهم يعينوا ناس جديدة يعينوا ناس جديدة، إذا كانت المشكلة في الأماكن يعملوا أماكن، إنما في حاجات بتيجي حقوق بتيجي لأصحابها بعد ما يبقوا قاضوا حتى فترة عقوبة في السجن. الكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كبر رئيس تحرير بوابة روزا اليوسف نورتنا النهاردة في نهارك سعيد. نشكر حضرتك. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرة الصحافة، بس لسه مكملين معاكم بقى فقرات نهارك سعيد.